مرحبا بحضراتكم مره تانية في فقرتنا الحواريه. النهارده معايا نجم النادي الاهلي السابق كابتن محمد حشيش. صباح الفل يا كابتن. صباح الفل يا اميره. ازيك؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله كله تمام. الحمد لله. كابتن محمد، في الطبيعي بسال عن الدوري، ولكن النهارده الناس بقى اجازه وقاعدين في البيت وانت وحشهم بقالك شويه مش بتطلع. واول محترف مصري في تونس، اكيد كانت خطوه مهمه بالنسبه لك. طبعا. قبل ما تاخد القرار ده، يعني صاحب اول تجربه انك تعملها، كنتش قلقان؟ طبعا كنت قلقان، حاجه جديده. الاحتراف نفسه كان حاجه جديده علينا. انا لعبت طبعا طول حياتي في النادي الاهلي، وبعد رحت الرهن القطري شويه ورجعت، وبعدين المقاولين 5 سنين. حسيت بقى ان انا يعني عايز اغير شويه بقى، يعني اعمل اي تجربه جديده، حاجه جديده. فما كنت مع المقاولين في دوره العربيه، كانت في دبي، كانت سنة 91. فعملت مباريات يعني قوية جدا هناك، ولعبنا النهائي مع الأولمبيك البيضاوي المغربي. فرقة الملعب التونسي كانت في المجموعة الثانية وخرجوا بدري، يعني ما لعبوش قبل النهائي. فهم شافوني بقى طبعا الأجهزة بتاعتهم وكده، فلقيتهم بيكلموني هناك، إيه رأيك تيجي وكده. حاجة غريبة جدا بالنسبة لي. يعني انا طبعا كنت رحت تونس قبلها مع النادي الاهلي من خلال بطولات افريقيا، بس بتلعب ضدهم، يعني مش موجود هناك بالظبط. فان انا اروح بقى وابقى موجود هناك طبعا. فالحقيقه سالت طبعا على النادي، لقيته نادي كبير وطبعا دوري ممتاز، ومن الانديه العريقه اللي هي صاحبه بطولات كبيره في تونس ولها شعبيه كبيره وفي العاصمه وكده. فقلت لهم طب بصوا، يعني انا ابعتوا لي بس التذكره اروح اشوف الوضع ايه وكده. وفعلا بعد ما نزلت مصر بعد التذكره رحت على تونس، قعدت مجرد ما بس قعدت يومين ثلاثه، قلت لهم خلاص انا خدت القرار. خدت القرار ليه؟ بلد جميله جدا، شعبها يعني جميل وبيحب المصريين جدا. سيبك بقى من الخناقات اللي هي في الماتشات والحاجات دي، انما هو كشعب 90 دقيقه وبتخلص وخلاص. يعني انما هم يعني انت بتمشي في تونس حاسه انك مصر. ام كلثوم، الاغاني القديمه، عبد الوهاب، ناس طبعا يعني مضيافين جدا جدا يعني. فقلت اخد التجربه مع الفريق، والحمد لله كانت تجربه كويسه، عملت معاهم نتائج كويسه قوي، حسنت الوضع بتاعهم في الدوري. كان الترتيب متاخر خلال السنين اللي قبل ما اروح، وهم متعودين على بطولات كبيره. فالحمد لله ختمت ثالث في الدوري، ولعبت نهائي كاس تونس معاهم مع الافريقي. فعملت الحمد لله يعني نتائج كويسه ومستوى كويسه. كنت دايما بصفه اساسيه بيعملوا حاجه زي منتخب الاسبوع كده في الدوري، فكنت دايما من الناس الاساسيه. وطبعا ما بنساش الذكريات الجميله اللي فيها، والاسر التونسيه الجميله والعادات التونسيه. يعني لسه على تواصل مع طبعا. وبصراحه ما بصدق النادي الاهلي يروح يلعب ماتش. انت عارفه جه الفتره اللي فاتت كان الاهلي بيقابل انديه كتيره من تونس، كنت دايما حريص ان انا ابقى مع الفريق واروح طبعا اشوف اصحابي وكده. وحتى لا زال على الفيسبوك وكده في تواصل يعني. طيب التاقلم، يعني حضرتك بتقول لي بعد يومين انا خدت القرار، التاقلم او تاقلم اللاعب السريع بيفرق معاه في مسيرته في الاحتراف؟ 100%. بصي انا يعني في مقوله اللي هي بتقول ايه، الانسجام ولازم يقعد شويه والكلام ده. لازم ياخد وقت ونصبر عليه. الكلام ده انا مش مقتنع بيه. لعيب الكوره اللي على مستوى عالي، مستوى انديه كبيره ومنتخبات وراجل محترف، مش لسه انت الناس مش جايبه واحد لسه هيقعد معاهم يتاقلم وينسجم. من اول وجوده في الملعب ومن اول ماتش لازم يثبت وجوده، ولازم يحسس الناس انه مختلف. لان انا شاري لعيب يبقى احسن من الناس اللي عندي طبعا. لو زيهم انا جايبه يعمل الفارق طبعا. انما لازم يبقى حاجة يعني كويسة. فما فيش حاجة اسمها أصل لا هو باين عليه إمكانياته كويسة. بسمع كلمات وتعليقات غريبة، يعني إيه باين عليه؟ طب الناس اللي جابته وفكرت فيه وشافته من ماتش ده، بيحصل متابعة أكيد شهور كبيرة، وبيشوفوا له أكثر من ماتش على أرضه وبره أرضه، شو يعني أنت فاهم، عشان ياخدوا القرار. لأن دلوقتي كمان الأسعار بقت عالية جدا حقيقي، والاستثمار بقى كبير قوي في الانديه. فعشان تحطي او ترصدي مبلغ كبير للعيب لازم تكوني متاكده 100% ان هو على مستوى عالي وهيجي يفيد من اول يوم حقيقي. طيب النقطه اللي حضرتك بتتكلم فيها دي نقطه مهمه جدا، ولكن في التوقيت ده هل الاجواء كانت مختلفه مصر عن تونس؟ يعني بتقول انا حسيت ان انا في مصر،
ولكن الجماهير، الاجواء. وحضرتك اتكلمت في نقطه مهمه جدا الخاصه بان انا كلاعب اما انزل الملعب لازم الجمهور ده طبعًا. انا اللي اجبره ان طبعًا. هو يدعمني من الملعب مش من بره. انت عارفه ليه يا اميره كمان؟ ما حدش يقدر يبقى كويس خصوصا في فرقه جماعيه الا بمساعده طبعا اللعيبه اللي معاه، وتاني حاجه الجمهور. اكيد الجمهور لو خد انطباع من البدايه ان انت نص نص مش هتلمسي كوره بعد كده. مش هتقدر تقعدي، وخصوصا زي ما بقول لك ان لو انا مثلا في مصر على سبيل المثال النادي الاهلي، الجمهور عارفني ليا رصيد عنده من الاشبال عارفني، هيديني فرصه لو تعثرت هيصبر وهيديني كمان فرصه لان انا لسه صغير وموجود. انما انا رايح بلد تانية ورايح مدفوع فيا فلوس، وفي برضه بتبقى بعض الحزيات بين اللعيب المحترف وقتها طبعا عشان الاحتراف كان جديد طبعا انك تلعبي. هو اول لاعب اول لاعب مصري يحترف في الدوري التونسي، فكل العيون مين لاعب ده؟ انا كان المشكله اميره كمان صعبه بالنسبه لي لان كنت رايح مكان كابتن الفريق. كان اسمه كابتن صابر الغول. خدت ريسك كبير قوي طبعا. انت عارفه كابتن الفريق بيبقى لامم اللعيبه حواليه، له باع كبير في الفرقه ومع الجمهور وكده، فكانت عمليه صعبه ان انت تزيحي كابتن الفرقه وتلعبي انت. ف انت بقى بترجع برضه لشخصيتك انك تندمجي مع اللعيبه، ما تحسهمش بقى ان انا جاي اخد مكان حد معين، او ان انا جاي يا جماعه يعني اعمل تجربه معاكم. ذكاء اجتماعي طبعا مهمه جدا. مش اي حد بيعرف يعمل كده. وعايز اقول لك الحمد لله يعني اكتر واحد كان من اصحابي هو كابتن الفريق ده، يعني برغم ان حصل تصادم خفيف كده في البدايه مع بعض اللعيبه عشان يعني يقولوا له ان احنا معاك مش معاك جديد، انما الحمد لله كلهم بقوا اصدقاء بعد كده، واولهم هو الكابتن الفريق. هل في موقف معين بيجمعك بالجمهور بتتذكره في مباراه معينه؟ طبعا انت عارفه التوانسه بيحبوا المصريين جدا، ومتخيلين بقى ان يعني ايه، بصي كل مصري كان وقتها طبعا، وانا في تونس سنه 91 و92 كان زي ما بقول لك مفيش احتراف. حتى المصريين كانوا في تونس قليلين، معروفين على يمكن الايد الواحده، لان نظام البلد هناك بالنسبه للتعاملات الماديه صعبه شويه، فمحدش يقدر يروح يشتغل عشان يعمل فلوس. يمكن المغرب كانت مختلفه مفتوحه شويه، فكان المصريين يعني عارفه محدودين قوي هناك. فانا ابتديت بقى تعرف شويه واروح مثلا في وسط البلد الحبيب بورقيبه والمحلات وكده، الناس بتبقى عايزه توقفني عشان تسمع اللغه بتاعتي. متخيلين المصريين كلهم بيعرفوا يمثلوا، بيعرفوا يغنوا، بيعرفوا، انت فاهمه ازاي؟ المصريين كلهم عادل امام وام كلثوم، كله يقول حتى الفرقه بتاعتي واحنا رايحين مثلا معسكرات يقولوا لي ايه، طب ما تغني يا جماعه اغني انا، مش لا انتوا بتغنوا الدنيا كلها ومش عارف مين ومين ومين. هم عايزين يسمعوا اللهجه، بيحبوا اللهجه المصريه. اللهجه المصريه مؤثره جدا جدا في كل الدول العربيه من خلال طبعا الفن المصري الاصيل طبعا، والافلام المصريه وام كلثوم فالحقيقة تجربة جميلة جدا عمري ما هنساها مدى الحياة يعني. كابتن الدوري التونسي فيه يعني في أندية كتيرة، يعني عندك الصفاقسي، الترجي، الأفريقي طبعًا. يعني أكتر من نادي وقوة. في التوقيت ده كانت قوة الدوري إيه؟ يعني كان مين زي أهلي وزمالك دلوقتي؟ بصي أهلي وزمالك هناك كان ترجي وإفريقي. هم حتى الترجي كانوا يقولوا إيه، ترجي يا دولة، ترجي يا دولة، إنه يعني هو اللي واخد، مش معناه إن هو الدولة اللي بتدعمه، هو اللي واخد التورتة يعني الجمهور أكتر. وهو كان الجمهور الشعبية الكبيرة وصاحب أكبر بطولات فهو نمرة واحد. أهلي وزمالك، ترجي وإفريقي. في بيجي بقى في المرحلة الثانية بعدهم النجم الساحلي، وده من بلد اسمها سوسة يعني بلد ساحليه، وفي الصفاقسي من صفاقس حتى سوسه من اجمل البلاد. طبعا طبعا. الصفاقسي الملعب التونسي نادي قديم جدا، وكان يعني معظم المنتخب في السنوات اللي من بدري الستينات والسبعينات كان من الملعب التونسي. يعني انا مثلا الفرقه بتاعتي كان فيها مثلا حوالي 3 أو 4 منتخب تونس. كان في عبد الحميد الهرجال، كان في جمال الامام، كان في توفيق المهذبي، كمال الخميري، يعني 4 من الناس اللي هي النجوم الكبيره بتاعت تونس حقيقي. فلما نادي تاخد منه 4 غير بقى طبعا الاجيال اللي قبل كده على طول كان قسم مشترك في منتخب تونس يعني. طيب يعني حضرتك وانت بتتكلم عن التجربه مبسوط وسعيد والاتموسفير حلوه كده، قرار انك ترحل
عن الدوري التونسي. بصي، حصل يعني، يمكن حكيت الموضوع ده قبل كده بس هنحكيه تاني. يعني كان في مباراه لنادي الاسماعيلي مع الافريقي في بطوله افريقيا. تمام. فكنت نازل انا اجازه في مصر، واللي هم هيروحوا يلعبوا الافريقي في تونس. فالكابتن علي ابو جريشه طبعا كلمني وقال لي احنا عايزين شرايط. انت عارفه وقتها كان الاتصالات يا اميره مش زي الاول. يعني ما كانش فيه بقى طبعا نت، ما فيش تجيبي من على اليوتيوب تجيبي. فكانوا عايزين يعرفوا الافريقي ويدرسوه كده. فانا طبعا الماتشات للافريقي، الماتشات للافريقي اتفرجوا عليها وكده قبل ما يسافروا. فطبعا قلت لهم طبعا يا كابتن علي انا معايا ماتش. كان الماتش ده اعتقد اللي هو اللي بقول لك عليه، اللي هو كان نهائي كاس تونس مع الافريقي. النهائي ده اللي انتوا خسرتوا فيه، خسرنا 2-1. فاديت له الشريط وكده، وراحوا عملوا نتيجه كويسه مع الافريقي هناك. انا رحت بقى طبعا، رجعت بقى بعد الاجازه بتاعتي بقى زي كده البي يعني. هتقول لي ان لا، ده انا عايز اقول لك كانت يعني، ده انا عايز اقول لك من المطار انا كنت طبعا بروح وباجي كتير، فكنت بسهل قوي 10 دقايق ابقى بره. يعني خش المطار واطلع على طول طبعا. فبتلاقي بقى ايه، طب اتفضل يا كابتن، شويه على جنب، مش عارف ايه بتاع، الموضوع متغير حاجه يعني. مش صح، القصه مش حاسس كده. اما ابتديت اروح بقى النادي في التدريب وكده، فاداره النادي اجتمعوا بيا وقالوا لي يعني الجمهور الافريقي بقى ابتدى يجي المدرجات عندنا في التدريب ويتكلم بقى ويعمل شويه حاجات، يهاجمني شويه، انزل البلد طبعا تونس صغيره. هم عرفوا منين يعني؟ ما انا هقول لك عرفوا منين، دي مهمه. اصل دي حاصله هنا يعني في بيتنا. انا نفس السؤال اللي قلته يعني. بعد الماتش كان في برنامج زي الكاميرا في الملعب بتاعنا كده. تمام. فاستضافوا استضافوا لعيب الاسماعيلي ايمن رجب. قول بقى ان هو شكرك وقال بالظبط. يعني ده هو عايز يديني بقى حقي يعني. فقال لهم المباراه كانت بالنسبه لنا سهله، احنا درسنا فرقه الافريقي كويس عن طريق شرايط بعتها لنا كابتن محمد حشيش اللي بيلعب عندكم هنا وكده. ويعني شكرته انت على الهوا يعني بالظبط. يعني هو بيشكرك وبيقدرك وكان شكر زاد عن حد يعني. فطبعا النادي بتاعي قال لي يعني انت المفروض بقيت مننا. وقلت له ده بلدي وفرقه من بلدي، ولو ما خدوش الشريط مني هياخدوه من السفاره يعني، اضعف الايمان. في اي مكان تاني. قال لي لا، انت عارف احنا بنعتبرك ان انت دلوقتي تونسي. وبعدين انا ما اديتلهمش شريط خاص بالنادي اللي انا فيه ده، يعني فريق تاني مش طبعا عشان تقنعي بقى الموضوع ان انت بقيتي في تونس وعايشه معاهم وكده، وان هتيجي منك يعني. طبعا هو كمان يعني الجمهور الافريقي غير جمهور حتى الترجي، صعب شويه. يعني من الجماهير الصعبه المتحمسه زياده عن اللزوم وكده. فطبعا ابتدى بقى النادي عارفه ياخد برضو ايه يعني جامل بقى. حسيت ان في بقى هيبتدي يبقى في قلق وكده. لا هو ممكن يكون خايفوا شويه من الهجوم اللي طبعا بيجوا يحضروا التمرين مش عارف. انا عايز اقول لك حاجه اميره، انا لما كنت بنزل مثلا اشتري حاجه وكده تونس الصغيره انت تلفيها نص ساعه بالعربيه. ووقتها كمان مش يعني شفت الكلام ده من 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 كام سنه، 28 سنه ولا حاجه. فكانت تونس يعني، فكنت معروف كمان لان بطلع في برامج في التلفزيون، وما فيش الا انا الوحيد المصري اللي بمحترف طبعا هناك، ما فيش مصريين كتير فمعروف يعني طبعا. فابتديت بقى برضه اروح حته تلاقي بقى يعني يجوا يتكلموا كلمتين، اتضايقت بقى، حسيت ان يعني حسيت ان الامور اختلفت. فقلت لا كويس قوي الحمد لله كده، ورجعت بقى بطلت بقى كوره يعني. حتى كان عندي فرص تعرض عليا ان انا العب في اكثر من نادي، قلت لا مفيش داعي. المهم قوي ان انت يعني تنهي وانت كويسه، زي ما بيقولوا ايه يعني في التوب. النادي الاهلي، وبعدين لعبت اسماعيلي شويه كده سنه 83، وبعدين الريان القطري، وبعدين مقاولين، وبعدين تونس. مش عايز بقى انزل يعني اقل من كده يعني. طيب قبل ما اسيب النقطه دي، ندمان انك اديتهم الشرايط؟ لا والله مش ندمان. لا هقول لك ليه، لان لو انا كنت دلوقتي ما كنتش حصل الموقف ده. الموقف دلوقتي بقى عادي. لا عادي. عادي جدا والدنيا. بس وقتها انا اتصرفت يعني تلقائي وضميري قال لي لازم طبعا هقول لهم لا ما عنديش، ومش ما عنديش عشان حاجه زي لا طبعا خالص يعني. لكن لا. ما فكرتش في وقتها ان حد هيشكرك على الهوا. بالظبط كده خالص. وانا بشكره تاني دلوقتي يعني مره تانيه يعني. كابتن حشيش، خلينا نبتدي لعبتنا الاولى. اتفضل. ونشوف النهارده الاعداد محضر لنا ايه في صندوق الاسئله. معانا 20 بوكس، حضرتك تختار 10. هنبتدي برقم ايه؟ هختار رقم 3. 3.
ماذا تتوقع للأهلي في كأس العالم للأندية؟ أتوقع طبعا إن شاء الله بإذن الله مستوى كويس، مباريات كويسة، نتائج كويسة، نقدر برضو نعمل مركز زي ما عملنا قبل كده وخدنا مركز. أنا يهمني في الموضوع دوت ويهم الأهلاوية، يعني محدش يعني بيطلب إنه ياخد الكاس، لأن طبعا عشان نكون واقعيين فرق قوية جدا جدا وأسماء كبيرة ولعيبة نجوم كبار بملايين يعني، فإحنا أهم حاجة يعني نمثل افريقيا تمثيل محترم مشرف ومشرف ونتائج كمان على مستوى النتائج، يبقى اداء كويس، يظهر بعض اللعيبه ممكن من خلال المباريات دي بيجي بعود احتراف للعيبه في النادي الاهلي، ممكن وخصوصا اللعيبه الصغيره ممكن تطلع تحترف، فان شاء الله باذن الله يبقى في ايجابيات يعني في البطوله يعني بالنسبه للنادي الاهلي. طيب دي الامنيات على ارض الواقع، اللاعبين سكواد اللاعبين داخل النادي الاهلي حاليا. بصي، ميزه النادي الاهلي دلوقتي ان هو بقى متكامل، ما عندوش نواقص في مراكز معينه، كل مركز فيه اكتر من لعيب. يعني عايز اقول لك حاجه، حتى اميره في لو خدنا مثلا مركز راس الحربه، انت عندك كمان اكتر من راس حربه دلوقتي مش شبه بعض، مختلفين ده حقيقي، في منهم المحطات زي الراجل اللي جه بواليا، زي محمد شريف، زي مروان، زي احمد، يعني مختلفين. يقدر المدرب، لان المدرب مش هيلعب بسيستم واحد قدام كل الفرق، اكيد في اختلاف، في مثلا فرقه بتبقى مقفله قوي فمحتاجه كل فريق وليه طريقه، راس حربه محطه عشان الكور اللي بالعرض ويبقى جوه ال 18، في مساحات بتبقى موجوده في بعض الفرق عايز سرعات. فالنادي الاهلي دلوقتي عنده في اكتر من لعيب في المكان الواحد، شايفين مثلا نص الملعب المهاجم، شايفين الديفندرات ما شاء الله المساكين دلوقتي بعد ما جه بنون وعمل اضافه كبيره جدا للنادي الاهلي اللي محتاجها، اللي هو لبدايه الهجمات من تحت. شفنا سعد سمير رجع كمان، انت عندك دلوقتي 4 أو 5 أو 6 كمان في مركز المساكين. عندك حاجه كمان كويسه، ان بقت اللعيبه معظمها جواكر، كان زمان مثلا نقول ايه ده اللعيب ده جوكر، لعيب واحد بيقول لك بيقدر يلعب في اكتر اكتر من مركز طبعاً. دلوقتي بقى اكتر من جوكر في النادي الاهلي، بنشوف حد بيلعب مساك وبيلعب ديفندر في وسط الملعب مثلا زي حمدي فتحي، ممكن لو اتزنقنا بيلعب مساك، ممكن رامي ربيعه بيلعب ناحيه اليمين، محمد هاني بيلعب مساك، في حاجات كتيره مختلفه. الاطراف كمان بقى حدث ولا حرج، يعني بيلعبوا كمان يمين وشمال، ما حدش متقيد، يعني كهربا ممكن نلعب ناحيه اليمين ناحيه الشمال، سن شحات شفناه بيلعب شمال ويمين، طاهر محمد طاهر، يعني في الحقيقه تنوع تنوع، والراجل كمان تحس ان هو سلس ومرن وعلاقته كويسه قوي باللعيبه، وعنده كمان حاجه ميزه كويسه قوي، ما يعتمدش على 11، هو بيجهز الناس كلها. يعني بان قوي طبعا في المباراه الاخيره بتاعت افريقيا، طبعا فريق ضعيف وكانت النتيجه طبعا معروفه من البدايه، فدفع بقى بتشكيل جديد جدا، لعيبه ما لعبتش بقى لها فتره، سعد سمير جاي من اصابه اول مره يلعب من سنه، مرمى الشناوي ما لاول مره بيغيب من قد ايه بالظبط كده، فانت ادى فرص لناس كثيره جدا جدا، اللي هي مختلفه برضو عن بعض المدربين، كان في بعض المدربين يقول لك الماتش ضعيف وكل حاجه وفرقه ضعيفه بس لا العب برضو لا، هو الحقيقه نوع ويشكل كتير وبيحاول يدخل كل اللعيبه الملعب عشان يبقى قدامه اختيارات كبيره تناسب، ودي حاجه مهمه للانديه اللي بتدور على بطولات. ده حقيقي، الانديه الكبيره اللي هي بتدخل اي مسابقه عايزه تحرز البطوله بتاعتها لازم عنده كم كبير، الدوري كبير، كاس مصر، افريقيا طبعا، بتحصل في يوم وليله بالظبط، السوبر الافريقي والسوبر يعني بقى بطولات كثيره يا اميره غيرنا، احنا كنا هم يعني يا دوبك دوري وكاس وبطوله افريقيا، يا انديه ابطال دوري يا انديه ابطال كؤوس، وما كانش في حاجه اسمها بطوله عربيه ايام ما كنا احنا بنلعب. فيعني ان شاء الله باذن الله النادي الاهلي، انا مستبشر خير بالراجل ده، وهو لسه لغايه دلوقتي انا لازلت ومصر وبقول ان هو ما اداش لسه اللي عنده، لان الوقت ما خدموش. هنختار رقم ايه؟ هاخد 8. 8. من اللاعب الذي كنت بتعتبره مثلك الاعلى في بدايه مسيرتك؟
طبعا يعني محلي ولا دولي؟ على مستوى الدولي طبعا بيكنباور، طبعا ده كان حاجه طبعا ما حصلتش يعني، القيصر يعني طبعا. قيصر المانيا الكبير وكابتن المانيا كان من بدايات اللعيبه اللي طورت مركز الليبرو اللي هو الظهير الأشاش زي ما كانوا بيسموه، او اللي بيغطي على الفرقه كلها، او الظهير الحر اللي هو يعني الوحيد اللي كان حر في الملعب مش ماسك مان. فطور في الاداء ان هو كان بيكمل في نص الملعب وبيكمل الناحيه الهجوميه وبيجيب اهداف، وده كان بيلعب في السبعينات. فطبعا بيكن باور كان المثل الاعلى. في طبعا دايما الواحد لما يكون بينتمي النادي واحنا صغيرين بتبص للفرقه الكبيره فيها مين، كان في كابتن حسن حمدي وفي بعديه كابتن مصطفى يونس، دول اللي كانوا ظاهرين. انما من احسن اللعيبه اللي جت في المركز ده الله يرحمه ابراهيم يوسف، الله يرحمه، الغزالي طبعا رحمه الله عليه طبعا. طيب هنختار رقم ايه؟ 13. 13 انت ناوي تخلص؟ انا ماشي كده. ما هي الفرق التي تراها المرشحه الاولى لدوري الابطال هذا العام؟ بصي طبعا ان شاء الله باذن الله طبعا النادي الاهلي اللي هو صاحب البطوله التاسعه الاخيره، وطبعا نادي القرن واكثر نادي واخد بطولات بتاريخه الكبير فيها وخبراته الكبيره، فطبعا من المرشحين اللي انا بقول عليهم. بقيه الفرق ما اقدرش اقول بقى لما الدوري المجموعات يبدا، دوري المجموعات يبدا نشوف بقى مين ومين والمجاميع وكده، او المجاميع هتبقى مين كده، لان في عارفه انت في تصنيف اول وثاني وثالث ورابع بالزبط. فنشوف المجاميع وتبتدي المباريات اقدر اقول لك مين اللي ممكن تشوف المباريات، يعني قوه المباريات هي اللي تقدر. لان انا عايز اقول لك حاجه اميره، ما بقاش زي زمان دلوقتي الفرقه التشكيل اللي فيها او اللعيبه اللي فيها بتقعد موسمين وثلاثه واربعه هم بنشوف الانديه دلوقتي الاحتراف خلى كل سنه تلاقي تشكيله جديده للفرق ولعيبه مختلفه، فعلى حسب الانتدابات وعلى حسب الناس اما بتجيب لعيبه محترفين هتبقى يعني هيفرق معاها في قوه الفرق بتاعتها. الخريطه ممكن تتغير، ممكن وارد. فلما يبدا بس دوري المجموعات يعني. طيب هنختار رقم ايه؟ 18. 18 خلصت اللاين اب. بادجي موسيماني طلب رحيل بادجي منذ وصوله المطار، هل تتفق معه في هذا الانطباع السلبي عنه؟ بصي عالم الاحتراف ما فيهوش عاطفه، تمام، والراجل اللي جاي ده لو الدنيا عليت وكسب وعمل هو النمره واحد، هو المسؤول عن النجاحات، ولا قدر الله حصل فشل هو اللي هيشيل الموضوع، فهو راجل له قناعات في حاجه معينه. طبعا هو دارس فرقه الاهلي من قبل ما يجي، واضح، وشافهم وقابلهم فهو طريقه لعب بادجي مش يعني مش مناسبه، مش مناسبه ليه، فممكن يكون قرر القرار ده، وده مش عيب يعني، لان اللعيب برضه هي مساله اقتناع مدرب اكيد، يعني انت ممكن تكوني لعيبه كويسه وكل حاجه بس الراجل مقتنع بحد تاني او مقتنع او في طريقه معينه عايز ينفذها، زي ما اصر على وجود بدر بنون لان هو عايز يبدا الكوره من تحت، وحس ان المساكين بتوعنا شويه يعني هم طبعا كويسين وعلى مستوى عالي، بس حته نقل الهجمات من تحت لسه مش بتبقى عايز اميره لعيب كوره عنده مهارات عاليه واثق من نفسه، عشان التمريرات بالذات في الجزء اللي قدام المرمى بتاعك بتبقى صعبة، بتبقى فيها نسبة كبيرة من الخطورة، فلو ما كانش واحد واثق من نفسه ما مش هينفع. بدايات بدر بنون عجباك؟ ممتاز وهايل ولسه جاي واثق من نفسه، وتشوفيه حتى واضح قوي في انه استخلاص الكورة، بيستخلص الكورة ما يحطهاش في الاوت، ما يروحش يلعبها زي ما احنا بنسميها بالكورة كده يشلوت قدام، لا بيمسكها وبصيها لواحد في نص الملعب، تفرق كتير قوي في خلق المساحات حقيقي. انت فاهم ازاي؟ وبالذات في الحاجات المرتده بتفرق قوي، ده اللي فارق مع النادي الاهلي، فانا عشان كده بقول لك ان يعني هو يعني ده مش دليل ان بادجي وحش، ولكن ده قرار الراجل ولا يتحاسب عليه. بالعكس احنا طبعا كجمهور شفنا بادجي طبعا على يعني مستوى كان كويس واحرز بعض الاهداف وكده، وبس خلي بالك كان برضو في حاجه يعني حتى جمهور النادي الاهلي كان في اللي يتفق معاه ده حقيقي واللي ما يتفقش، ده حقيقي، اللعيب الكويس قوي اللي يتفق عليه كل
بس كده. طيب هنختار رقم ايه؟ خمسة. خمسة. هل كان من الممكن ان تلعب للزمالك يوما ما؟ استحالة صريحة واضحة. ليه بقى؟ لانه اوريدي جالي العرض. يعني انا بعد ما سبت النادي الاهلي، سبت النادي الاهلي 25 سنة. ايه اللي حصل؟ سنة 87. فطبعا كان بالنسبه لي طبعا صدمه، لان انا حياتي في النادي وبعدين انا كمان مش مساله ان انا جاي النادي الاهلي كده بالباراشوت. ده انا قبل ما اجي النادي الاهلي انا عضو في النادي الاهلي من الستينات، من يعني والدتي الله يرحمها ووالدي وكده بيجري في الدم، وساكن قدام النادي الاهلي. يعني انا كنت بقضي يومي الكامل وانا صغير في النادي الاهلي. وابتديت ابقى بقى مدرسه الكوره والاشبال وعمر طويل مع النادي. ده لا يقلل طبعا من نادي الزمالك، اللي اي حد يتمنى طبعا انه يلعب لنادي الزمالك طبعا. انما هي بتختلف يا اميره ما بين شخص وشخص. يعني انا بعد ما بطلت فوجئت الله يرحمه الكابتن عزمي مجاهد جالي على البيت وقال لي تيجي وتخش النادي وتقابل الكابتن حماد امام وكده. فقلت له عشان مجيتك دي طبعا كبيره، بس انا مش هقدر ادخل النادي. ممكن اقابل الكابتن حماده في اي حته. ورحت فعلا قابلته في المكتب بتاعه في بوتيكات نادي الزمالك، وقال لي تيجي وندخل. المهندس حسن ابو الفتوح كان 187 رئيس النادي، تاخد شيك محترم كان وقتها مبلغ يعني خرافي بالنسبه لوقتها. ويعني وانت شفت جمال عبد الحميد جنة وبقى كذا وعمل كذا. قلت طب سيبني افكر برضه يا كابتن عشان يعني بطريقه لذيذه كده اخلع. يعني بعد اربع خمس ايام الكابتن عزمي جالي تاني وقال لي الله يرحمه، وقال لي طب ايه رايك الكابتن عصام بهيجي عايز يقعد معاك؟ فقلت له طبعا يمكن يقنع. والزمالك كان وقتها كان مغلوب من كتوكو خمسه لو تفتكر الماتش الشهير، وكان لسه اشرف قاسم بيلعب في نص الملعب ومفيش ليبرو حتى، لان ابراهيم كان اتصاب وحتى سافر قطر وكده. فرحت قلت له برضه جوه نادي الزمالك لا، اصل انا عارف جمهور النادي الاهلي لو مش حاجه تستخبى. ايوه لو خطيت دخلت خلاص خلص الموضوع. انما عشان يعني الاحراج وعشان كده قابلت كابتن عصام وقال لي تعالى. تقديرا ليهم طبعا يعني. طبعا شخصيات كبيره طبعًا. كابتن حماده امام يعني من الشخصيات الله يرحمه اللي عايزه على قلبي جدا جدا يرحمه. وكنا فعلا اصحاب وحبايب. كابتن عصام لاعب كبير ومدرب كبير، فروحت وقال لي انت انا محتاجك في الحته دي، وانا عارف ان انت راجل مهاري وهتلعب ولعبك هيناسب الحته دي وهتلعب يا محمد وكده. سيبني افكر. انا طبعا استحاله يعني. كل اللي عملته اميره ايه بقى؟ فضلت اتدلع كده لغايه تقريبا ما نص الدور الاولاني بتاع الموسم بقى الجديد اللي هو 87 88. ما تقريبا الدور الاولاني كان فاضل ماتش الاهلي. المقاولين العرب كلمني لان كان في موضوع كده ان انا مسافر المانيا وما اكملش. فالمقاولين كلمني وقال لي تيجي تكمل. كان عندهم ماتش الاهلي ضد الاهلي اخر ماتش في الدور الاولاني. تمام. فروحت قلت لهم خلاص. انا استغربوا طب عايز كام؟ قلت لهم مش عايز فلوس، بس عايز حاجه واحده، هكمل معاكم الدوري والكاس ويبقى الاستغناء في جيبي عشان انا راجع النادي الاهلي تاني. وقتها كان الاجهزه الفنيه بتتغير كل سنه في النادي، فقلت يمكن الجهاز ده انا مش على هواه، يمكن متغير احتمال يعني. وتعاطف بقى مع جمهور الاهلي في اي حته، وبروح النادي يعني عارفه اللي هو لسه اهلاوي بس عشان يكمل في الكوره يعني لسه صغير. فروحت المقاولين وعملت معاهم فعلا الفتره الكبيره دي. وقلت بقى الجهاز هيتغير. جينا الموسم اللي بعده الجهاز ما اتغيرش. فقالوا لي بقى انت تمضي معانا بقى تكمل. مضيت وللاسف، والموضوع ده انا بذكره دايما وبحب ان انا اذكره، بعد ما مضيت جه فايتسا للنادي الاهلي. فايتسا عارفني عشان منتخب المانيا لعبنا ضده وكسبناه في كاس عالم، تاخد احسن لعيب في المجموعه فعارفني يعني طبيعي انك كنت فكان هترجع. ممكن لو عرضت القصه بينما هو في الاخر هو نصيب يعني. بس عموما يعني انا حتى بقول للجمهور انا عمري ما النادي الاهلي غاب عني، سواء لعبت في تونس، لعبت في المقاولين، لعبت في قطر، في اي حته هو النادي الاهلي نمره واحد. وبقولها حتى وانا في المقاولين العرب كانوا عارفين ان انا النادي الاهلي. الماتش بتاعك اللي كان قدام الاهلي مع المقاولين كان مقاولين واهلي. وبعدين لاخر لحظه المقاولين جالهم مناسبه في افريقيا، انت عارفه شركه المقاولين بتعمل مشاريع في افريقيا، فسافروا. فجبنا مين بقى؟ اولاد العم الاسماعيلي. تمام. فكان اهلي واسماعيلي. هنختار رقم ايه؟ 16. 16.
بعد انباء الاتجاه لاعاره احد مهاجمي الاهلي، من تراه الاقرب؟ بصي انا هقول ودايما انا صريح ويعني متعودين على الصراحه. صلاح محسن اتعمل عليه ضجه كبيره قوي ايام ما كان في انبي، وخد رقم كبير جدا حقيقي. جدا عمل لخبطه حتى كمان جوه النادي ودربكه وكده. انا كنت متخيل من صلاح محسن يبقى احسن من كده بكتير. هو لعب كويس، خد فرص في النادي الاهلي قبل ما يطلع اعاره وما عملش المستوى المطلوب منه وراح تمام، وعنده فرصه ذهبيه تاني لما رجع وخد ماتشات، ولا زال برضه مش هو صلاح محسن. فلو هنفضل على كده يبقى في اعاره بقى تاني، يبقى في اعاره من غير زعل يعني. طيب هنختار رقم ايه؟ هختار رقم واحد. واحد. هل بتعتقد ان الزمالك تأثر برحيل كارتيرون وبدأ في تخطي المفاجأة متأخرا؟ ده حقيقي على خلاف النادي الاهلي. يعني النادي الاهلي كان حظه كويس ان فايلر مشي وجي موسيماني، لان موسيماني طبعا اتكلمنا كتير في الموضوع ده وافريقيا واوا، وكان جاي للمرحله المهمه قوي بتاعت افريقيا اللي الحمد لله اجاد فيها قوي، الماتشات اللي لعبها قبل النهائي والنهائي والمكسب الكبير والحصول على البطوله وحصول على البطولات اللي فاتت، ونهى كمان الدوري بشكل كويس برغم ان الدوري كان محسوم يعني. انما نادي الزمالك اتاثر. باتشيكو ما اقنعكش لغايه دلوقتي؟ لا. نادي الزمالك كان بيلعب او لازال بيلعب بالقوه الدافعه بتاع كارتيرون. اسس، لان انا كنت من الناس اللي زعلت لما ساب النادي الاهلي كارتيرون. طبعا زعلت، لان هو برضو اتظلم لسبب. لو تفتكري ايام ما كان ماسك كان في مدرسه بمستشفى الاهلي والاصابات ولعيبه، الظروف المحيطه ما كانش في لعيبه يلعب بيها، ولعب نهائي افريقيا ما فيش راس حربه وانت رايحه المفروض تكسب، يعني حاجات كتيره جدا الظروف كلها كانت ضده، وكان عامل نتائج كويسه وكان عامل كوره كويسه بس الظروف كانت ضده ورحل. لما جه مع الزمالك اثبت النظريه برضو اللي جواه ان هو مدرب كويس. تمام. عمل مع الزمالك مستواه عالي جدا جدا، عمل فرقه كوره متكامله. يمكن كان مشكله نادي الزمالك السنين اللي قبل كده ان هي كانت الناحيه الهجوميه ونص الملعب، انما في خلل شويه في الناحيه الدفاعيه، ظبط الحته دي فبقى عليك. فريق متكامل وفريق يجيب بطولات، عشان كده بقول لك اثر. انا باتشيكو لسه لغايه دلوقتي شايف ان هو مكمل على القاعده الاساسيه اللي حطها كارتيرون. طبعا لكن طبعا. اضافات لسه ما شفتش. لا لسه الحقيقه. طيب هنختار رقم ايه؟ 20. 20. من هو افضل اجنبي في مصر حاليا؟ افضل اجنبي مين؟ افضل محترف في الدوري المصري؟ بصي انا في رايي علي معلول، لان علي معلول كمان صاحب المستوى الثابت، ودي حاجه صعبه قوي انك تحافظي على مستواكي سنين كتيره. ممكن لعيب يجي يفرقع ويعمل ويجيب اهداف وبتاع وتلاقي تاني سنه زي ما حصل مع بعض الافارقه، في بعض افارقه كانوا مميزين يعني. شوف مثلا تراوري بتاع مثلا بيراميدز طلع ونزل، جون انطوي برضو كان في بعض الفترات، في برضو بعض اللعيبه في حته تانية، انما اللي ثابت واللي هو تحسي ان هو بيفرق قوي مع النادي الاهلي هو معلول، واللي تحسي ان هو برغم ان هو بيلعب باك شمال انما من هدافين الفرقه، فلا لازم نقول ان هو من احسن الناس يعني. تتوقع يعني بما ان حضرتك بتتكلم على الافارقه تتوقع تالق بواليا مع الاهلي؟ بصي يعني مش شرط ان هو لعيب كويس قوي في فريق الجونه انه يجي النادي الاهلي يبقى كويس، هو لعيب كويس، انما جوه الاهلي يبقى كويس مع النادي الاهلي هنحكم. ماشي هنختار رقم ايه؟ 10. 10. من هو افضل مدرب مصري حاليا؟ افضل مدرب مصري حاليا، هو الحقيقه ما تقدريش تحصريها في واحد بس يا امير، لان بصي طب قول لي مين جه على بالك. هو الغالبيه الغالبيه انت وانت بتقرا السؤال فكرت في حاجه. انا بحب الكابتن طلعت يوسف طبعا، انا بحبه، مدرب كبير
وكنت اتمنى ان هو مع الدراويش يكمل مع الدراويش عشان كان هيعمل نتائج كويسه قوي. والاسماعيلي محتاج واحد زي كابتن طلعت، مش محتاج يعني، محتاج شخصيه قبل ما يكون مدرب كوتش يعني. فكنت اتمنى ان هو يعني يبقى موجود، وكنت اتمنى قبل كده انه يمسك منتخب مصر. ليه ما ياخدش فرصته في منتخب مصر؟ مع احترامي الكامل طبعا للجميع، وبتمنى لحسام طبعا يعني، حسام صاحبي وحبيبي واخويا، واتمنى له ان شاء الله باذن الله يعمل نتائج كويسه وهو جدير بالمكان يعني. انما انا بحب مثلا الكابتن طلعت. طيب هنختار رقم ايه؟ هختار رقم 11. 11 ده اخر رقم. كنت هتختار 6، قلت انت بترسم شكل كده. لا ما انا رسمت فعلا شكل. هل ترى ان بعض المراكز في الاهلي لا تزال تحتاج للتدعيم؟ بصي ما اعتقدش يعني، دلوقتي حراسه المرمى فيها 3 حراس على مستوى عالي، الباكات الاطراف، يمكن يكون ناحيه الرايت، الباك رايت محتاج حد مع محمد هاني، لان بيكهام ما بيلعبش اساسا باك رايت، هو بيأدي فيها دلوقتي، بس انت ما بتتكلميش على واحد يأدي. طبعا انت عايزه واحد أساسي. مميز طبعا، واساسه احنا بالكوره بنقول عدلته باك رايت، لان انت برضو هاني المباريات كثيره والضغوط كثيره، ولا قدر الله اصابات انذارات، وخصوصا حقيقي الكورونا والوجع القلب اللي احنا فيه، فانت محتاجه لازم يبقى البديل مميز على نفس المستوى. المركز الوحيد اللي انت عايزه فيه واحد تاني جامد عشان حتى يشد هاني معاه. استاذن حضرتك، الاسئله خلصت، اول لعبه خلصت، نروح لفاصل. بعد الفاصل لسه مكملين فقرتنا مع كابتن محمد حشيش نجم الاهلي السابق، ابقوا معانا. برحب بحضراتكم مرة تانية، لسه مكملين فقرتنا مع كابتن محمد حشيش نجم الأهلي السابق، وفقرة 10 على 10. كابتن أحمد، صورة إيجابي سلبي لا تعليق، إيجابي بدرجة سلبي بدرجة لا تعليق، هننقص درجة. كابتن محمد، كهربا تديله إيه؟ إيجابي. إيجابي لعب كويس، كان قدامه تحدي، ما مشي من الزمالك وجاي على النادي الأهلي، نادي كبير عنده ضغوطات كبيرة، مطالب بعد الضجة اللي حصلت ان هو يثبت نفسه، ابتدى يلتزم دلوقتي. كان اول ما جه في بعض التصرفات كده شوية مش عايزين نقول متعود عليها او يعني، انما النادي الأهلي له سيستم معين، فالحمد لله فاق وبقى كويس، وما شاء الله مش كويس، اتمنى له يعني انه يبقى دايما كويس، لانه بيفرق مع النادي الأهلي ما يبقى كويس. الصورة اللي بعدها، جنش. أنا مش عارفه فين جنش بصراحة يعني، جنش من الأجوان المحترمة جدا ومن الأجوان الكويسة قوي في مصر، جون موهوب، أما قعد الفترات دي أثرت عليه، فإحنا نقول سلبي لأن هو أثر عليه، وهو عنده خبرات، كان المفروض هو اللي يخرج نفسه من الوضع اللي هو فيه ويرجع يعني، حتى لو كان في إصابة ورجع يعني. هو ابو جبل لما خد الفرصه وتالق، ما هو ده برضو غصب يعني عن جنش، بعده عن السور. ده لو هو صغير كان ممكن يتاثر، انما هو لعيب عنده خبرات ولسه قدام، وانت عارفه الاجوان طبعا بيقعدوا في الملاعب يعني فترات كبيره، وحراسه المرمى اللي بيركب بيكمل، فهو لما جات له الفرصه ما استغلهاش كويس، عشان كده اثرت معاه ورجع تاني، مش هيلومه الا نفسه يعني. شوف الصوره اللي بعدها، امام عاشور. سلبي. ليه؟ انا بالنسبه لي لغايه ما انا دايما اميره بيفرق معايا الانضباط قوي. الانضباط بيفرق معايا قوي يعني، بدايته هو صغير كده شايف ان هو لعيب مش كويس قوي قوي، كمان عنده مقاومات كويسه جدا، قرب لجمهور الزمالك بسرعه جدا، ملى فراغ كبير لدرجه ان الناس دلوقتي بتقول ايه، اساسي ممكن يمشي ونعتمد يعتمدوا عليه، بس هو لازم مع الحماس الزايد يعمل كنترول على اعصابه وعلى نفسه، لان دي ممكن تخسره كتير. وبعدين لازم يكون علاقتك بكل اللعيبه كويسه، مش شرط لعيبتك بس او لعيب فرقتك، حتى الفرق او الجمهور المنافسة. لا الجمهور حتى المنافس يعني. تمام، ده اللي بينقصه. ده اللي بينقصه. طيب شوف الصوره اللي بعدها، اكرم توفيق.
طبعا ايجابي. في لعيبه ما بتسيب النادي الاهلي تطلع اقاره خلاص بقى انا سبت النادي الاهلي ومتعود على النادي الاهلي وكده، ان انا لا بالعكس عمل موسم كبير جدا مع الجونه اللي خلاه بموجب المستوى ده انه يرجع تاني للنادي الاهلي، وابتدى يحط رجله كمان في مكان حاليا في النادي الاهلي صعب، اللي هو الديفندرات اللي احنا كنا بنشتكي منه من سنتين ثلاثه، انما دلوقتي بقى كامل العدد، حمدي فتحي سوليه ديانج لعيبه على مستوى عالي، انما هو حط رجليه وان شاء الله كله مكانه. يعني الاهلي محظوظ بالمعارين اللي رجعوا؟ مليون في الميه، مليون في الميه، وكانت فكره كويسه قوي بتاع انه يطلع اعارات، يطلع اعارات اللعيبه دي لو كانت فضلت في النادي الاهلي ما كانتش لعبت، وكان ممكن النادي الاهلي يستغنى عنها خالص، انما شافهم وتجربه مفيده وتجربه حقيقيه في نفس البطوله، عملوا ماتشات كويسه وكلهم يستاهلوا انهم يرجعوا. يعني نفسك تشوف عمار حمدي مره تانية يرجع للاهلي؟ طبعا طبعا، من اللعيبه الكويسه ومحتاج النادي الاهلي، لان النادي الاهلي بيعمل كنترول على الشخصيه، عمار صغير وطاير شويه وعايز يتظبط، فاللي هيظبطه هو رجوع النادي الاهلي، فمحتاج يعني. شوف الصوره اللي بعدها. كابتن عماد النحاس عمده طبعا من المدربين الكويسين جدا وحبيبي، كان طبعا بتمنى له الشفاء طبعا بعد موضوع كورونا ده. امبارح كانوا قريب، هتديله ايه؟ امبارح كانوا قريب، ايجابي. امبارح كانوا قريبين من المكسب، ضيعوا المكسب في بعض الفرص اللي جت كان ممكن تقضي على الماتش، انما يعني عمل الحقيقه نتائج كويسه مع النادي المقاولين، وعمل ماتشات كويسة إن شاء الله بإذن الله. يعني كان نفسي يكمل في إفريقيا ورجع عهد المقاولين العرب في إفريقيا تاني، إنما إن شاء الله بإذن الله الفرص جاية، هو عنده فريق محترم يعني. شوف الصورة اللي بعدها. كابتن حلمي طولان إيجابي. كابتن حلمي من المدربين المحترمين اللي أنا بحبهم، عنده شخصية، كمان صاحب مبادئ من النوع اللي ما بيتغيرش يعني مع كده او كده او كده، صاحب قرار وصاحب مبدا، عامل فرقه كويسه في ام بي السنه اللي فاتت، يعني لازمهم سوء بخت في الدور الاولاني، الدور الثاني بقوا كويسين، السنه دي الحمد لله بادئين برضو بشكل احسن كتير، اتمنى له ان شاء الله باذن الله يكون موسم كويس بالنسبه له يعني. الصوره اللي بعدها شيكابالا لا تعليق. الصورة اللي بعدها رمضان صبحي. بصي يعني رمضان انا مش يعني عارفة، انا مختلف معاه في حاجة، برغم طبعا يعني المواقف اللي خدها مع النادي الاهلي وده من حقه طبعا، انما انا اعتقد يعني ان رمضان حسبها غلط، ما حسبهاش. هديله سلبي. سلبي. ما حسبهاش صح. طبعا الزيادة المالية اللي كانت موجودة في العقد بتاعه طبعا اي حد في الدنيا يتمناها، بس اعتقد ان هو لو كان قاعد في النادي الاهلي كان اتعوض الفروقات دي من خلال حصوله على بطولة افريقيا مع النادي الاهلي، لعبه في كأس العالم للاندية كان رفع سعره اكتر من كده، كان ممكن يجيله عقد احتراف في الـ كمان الفترة اللي جاية، هو قدامه تحدي كبير قدام نفسه وقدام الجماهير عموما، فربنا يوفقه، اتمنى له طبعا يعني التوفيق، لان رمضان لعيب كويس وبني ادم محترم يعني. الصوره اللي بعدها شريف اكرامي ايجابي. شريف لعيب محترم ولعيب كويس وابن من ابناء النادي الاهلي، شاف ان هو في النادي الاهلي مش هيقدر يكمل، خد التجربة وراح نادي كبير زي نادي بيراميدز، ابتدى يحط رجليه وأساسي في الفريق وماشي بمستوى كويس بغض النظر عن الغلطات البسيطة، إنما شريف يعني من الشخصيات أو من اللعيبة المتكاملة، شخصية، بني آدم مثقف، حارس مرمى كبير، ربنا يوفقه. شوف الصورة اللي بعدها، آخر صورة معانا باتشيكو. سلبي. انا مش يعني مش مقتنع زي ما كنا لسه بنتكلم في الفقره الاولانيه، طبعا هو جاي بعد كارتيرون، انا حاسس بالفرق ما بين الاثنين مدربين،
يعني بتمنى له التوفيق مع نادي الزمالك. بالسكواد اللي موجود جوه نادي الزمالك دلوقتي شايف انه ممكن يساعد باتشيكو بشكل كبير؟ ممكن، لان دلوقتي بقى في برضه تشكيله لعيبه متنوعه وعلى مستوى عالي، لما كمان يكملوا بقيه العقود اللي هي لسه لغايه دلوقتي لم تحسم يعني، فربنا يوفقه ربنا يوفقه. محمد حشيش 8/10 كويس. لا تعليق على شيكابالا. انا بشكر حضرتك، شرفتني ونورتني، وكل سنه وانت طيب. يا رب 2021 تكون سنه خير عليك وعلى اسرتك يا رب. كلنا اشكرك يا كابتن، شاكر جدا. عشان يا بشكركم على المتابعه. كده وصلنا لختام حلقتنا. كان ضيفنا النهارده كابتن محمد حشيش نجم الاهلي السابق. وصلنا لختام حلقتنا. كل سنه وانتم طيبين. كل اخواتنا المسيحيين بخير يا رب. اشوفكم على حلقه جديده باذن الله. احنا بكره اجازه يوم السبت في اون تايم. الى اللقاء.